إذن أويلر أو الإنجليز بيرفضوا أويلر، الأوروبيين بيرفضوا أويلر، وعالم سويسري كان له إنجازات كثيرة طبعاً في الرياضيات في أماكن أخرى. أهم إنجازات هي أويلرز أيدنتيتي. E of J theta, E to the J theta تساوي cosine theta plus J sin theta. وهلا راح أحاول أشرح الفيزيكال سيجنيفيكانس، المعنى العلمي أو المعنى الحسي. E to the minus J theta تساوي cosine theta minus J sin theta. لأن أنا لما بعوض cosine minus theta شو بيساوي؟ كوساين ماينس ثيتا بيساوي كوساين ثيتا، لانه اذا بتتذكروا عندي هون كلهم هون بوزيتيف، الكوساين هون بوزيتيف، اذا الكوساين هون بوزيتيف والساين هون بوزيتيف، اذا الساين هون راح يكون نيجاتيف. ولما بعوض ساين ماينس ثيتا شو بيساوي؟ ماينس ساين ثيتا. ولذلك لما عوضنا هون ماينس ثيتا بدال بلس ثيتا صارت عندي هون كوساين ماينس جي ثيتا. هلا هاي اذا سميتها واحد وهاي سميتها اثنين، راح اجمع الان واحد زائد اثنين راح يصير عندي اي تو ذا جي ثيتا زائد اي تو ذا ماينس جي ثيتا. كوساين زائد كوساين بتعطيني 2 كوساين ثيتا بلس جي ساين ثيتا وماينس جي ساين ثيتا راح يروحوا، راح يصير عندي كوساين ثيتا تساوي نص اي تو ذا جي ثيتا زائد نص اي تو ذا ماينس جي ثيتا. خلينا نحاول نحكي عن الفيزيكال سيجنيفيكانس، المعنى تبعه. لو انا عندي بلين والبلين هذا عبرت عنه اي شيء بهذا الاتجاه راح اعتبره ريل، وما فيش فيه ايماجينري، ما فيش فيه ايماجينري بارت اللي هو الريل اكسس. وجيت هون قلت انه اللفه ب 90 درجه، اي لفه ب 90 درجه معناها اني بضرب فيه، او خلينا اول قبل ما هذا، اللفه ب 180 درجه ايش بتمثل؟ ماينس 1 مضبوط؟ اذا هون لما بضرب انا لما بلف 180 درجه كاني بلف ماينس 1. طيب لو انا لفيت 90 ولفيت 90 كاني لفيت 180، اذا لفه ال 90 درجه كانها ايش؟ كانها جذر الماينس 1، لاني لما بضرب جذر الماينس 1 في جذر الماينس 1 شو بعطيني؟ ماينس 1. اذا هاي كاني بحكي فيها انها هي لفه 90 درجه، ولفه ماينس 90 درجه شو بقدر اعتبرها؟ بس جذر الماينس 1 احنا شو اصطلحنا انه نسميه؟ جي. اذا بامكاننا نفكر بجي انها لفه 90 درجه كلوك وايز، واحنا الاصطلاح صار انها كلوك وايز، فاصطلحنا انها كلوك وايز، كان ممكن تكون ماينر كاونتر كلوك وايز، بس احنا اصطلحنا انه الجي هي لفه 90 درجه، فالماينس جي راح تكون العكس، لفه ماينس 90 درجه. وبعدين جي سكوير راح تكون جي وجي، فجي جي تربيع بتصير ماينس 1 بتصير لفه 180 درجه، وماينس جي راح تصير لفه ناقص 90 او زائد 270 وهكذا. اذا انا بامكاني افكر الان عندي كوساين ثيتا، اذا كوساين ثيتا ما فيش فيها جي، هي عباره عن طول على الريل اكسس. هذا شو عمال بقول؟ انه هي عباره عن نص اي تو ذا جي ثيتا زائد نص اي جي تو ذا ماينس ثيتا. اي تو ذا جي ثيتا كانها عندي هون عندي فيكتور له زاويه هون ثيتا، وهذا هون ماينس ثيتا كانها فيكتور ثاني او فيزر ثاني له زاويه ماينس ثيتا. هذا قديش طوله هذا الفيكتور هون؟ طوله واحد مش هيك؟ القوه تبعته واحد، يعني مضروب في واحد او في نصه. فهذا نصه هون راح يكون هذا الطول، ونصه هون راح يكون هذا الطول. لو هدول الاثنين الفيكتورز جمعتهم اللي هو النص هذا مع النص هذا، هذا الطول عباره عن ايش؟ لاحظوا هذا هون عندي، يعني لو اخذت هذا الفيكتور هيو هون اخذته كله كامل طوله واحد، وهي الزاويه هون ثيتا، هذا الطول واحد، هي مثلث في زاويه هون، هاي الزاويه صائمه، وهذا واحد وهاي ثيتا، هذا قديش الطول اللي تحت؟ كوساين ثيتا شو بيساوي؟ هذا على واحد مش هيك؟ إذا هذا الطول شو بيساوي؟ هذا الطول هون سميه اكس، اكس شو بيساوي؟ اكس على واحد شو بيساوي؟ كوساين ثيتا مضبوط؟ إذا اكس شو بيساوي؟ لا لا اكس ايش بيساوي؟ كوساين ثيتا، هذا الطول بيساوي كوساين ثيتا. إذا هذا الطول شو بيساوي؟ إذا هذا نص، إذا هذا شو بيساوي؟ نص كوساين ثيتا.
نص كوساين ثيتا زائد نص كوساين ثيتا شو بيساوي؟ بعطيني كوساين ثيتا. فلو هدول التنين هدول حركتهم بهذا الشكل وليت احركهم بهذا الشكل المحصلة تبعتهم شو راح تكون دائما؟ الكوساين ثيتا على الريل اكسس من هون. فكاني عمالي بقول انه كوساين ثيتا بيساوي فيزر بلس وفيزر له زاوية ماينس. هدول التنين لما بجمعهم بعطوني كوساين ثيتا. لاحظوا هدول لو زادت ثيتا تحركت من هون تغير كوساين ثيتا راح تصير. ولو كان عندي كمان بدل ثيتا لو عوضت كوساين اوميجا تي، تي عمالها بتزيد مع الزمن. بيساوي نص اي تو ذا جي اوميجا تي زائد نص اي تو ذا ماينس جي اوميجا تي. هاي كاني بقول انه هون على الريل اكسس ايش في عندي فاريبل عم بتغير؟ كوساين ثيتا. مش هيك؟ هذا الطول بزيد وبنقص، بزيد وبنقص. هو عباره عن مجموع ايش؟ مجموع تو فيزرز. واحد بلف كاونتر كلوك وايز، واحد بلف كلوك وايز. وهدول التنين دائما موجودين هيك. فلاحظوا هلا هدول التنين لو مسكت هاد ومسكت هاد وبدوا يلفوا بهذا الاتجاه، المحصله تبعتهم ايش رح تكون دائما؟ هون على هذا الاكسس كوساين كوساين ثيتا او كوساين اوميجا تي. لانه لما بيصيروا هون قديش بيصير كوساين اوميجا تي؟ زيرو. محصلتهم زيرو. لما يلف هذا يوصل هون وهذا يوصل هون قديش بيصير محصلتهم؟ ماينس واحد. مضبوط. اذا هذول التنين عمالهم بلفوا باي سرعه؟ اوميجا تي. اذا هذا عماله بلف كاونتر كلوك وايز بسرعه اوميجا تي، وهذا كلوك وايز بسرعه اوميجا. اوميجا وحدتها راديانز بير سكند، راديانز بير سكند. ماشي. هذا الفيزيكال سيجنيفيكانس. كوساين ثيتا لاحظوا ما فيش، مش مضروب في جي. فكوساين ثيتا على اي اكسس بنحط؟ هون على الريل دائما. فعماله بطول هون لما هذول يوصلوا اقصى قيمه لهم هون، بعدين بيقصر بصير زيرو. بعدين ايش بصير لما هذول يبدوا يلفوا هون؟ بصير نيجاتيف، بعدين برد برجع زيرو، بعدين برد بصير بوزيتيف، بعدين برد برجع زيرو. اذا هذول تو فيزرز عمالهم بلفوا واحد كلوك وايز وواحد كاونتر كلوك وايز، المحصله تبعتهم على الريل اكسس هي كوساين اوميجا تي. المهم انه نفهم انه جي هو لفت 90 درجه. كان بامكاني كمان اخذ هذول التنين من هون واطرح المعادلتين هذول. لو طرحت المعادله هاي ناقص المعادله هاي كوساين ثيتا بتلغي مع كوساين ثيتا. مضبوط. ايش بضل عندي؟ جي ساين ثيتا بصير عندي 2 جي ساين ثيتا تو جي ساين ثيتا. هذول الاثنين بيشتغلوا مع بعض وبصير عندي هون اي جي ثيتا ماينس اي ماينس جي ثيتا. باخذ اثنين من هون بتصير هذه نص وهذه نص. هاي شو معناها فيزيكلي؟ جي ساين ثيتا، الجي شو راح تعمل؟ 90 درجه. اذا عمالي بقول انا لو جيت رحت على الايماجينري اكسس من هون، الايماجينري اكسس طوله الطول عليه راح يكون ساين ثيتا. بس ايش عندي هون؟ محصله ايش؟ نص فيزر عماله بلف كاونتر كلوك وايز ناقص نص فيزر عماله بلف كلوك وايز. فهون عندي ساين ثيتا، هي عندي هون ثيتا هون. هذا لما عمله ماينس وين راح يصير؟ لما اخذ محصله هذول الاثنين واخذ النص ايش راح يعطيني؟ صحيح. فهذا الساين شو راح يصير؟ راح يبدا يصير يطول هون، بعدين يرجع زيرو، بعدين ينزل هون. بس في فيز شيفت بين طوله وطول هذا ب 90 درجه، لانه هذا عباره عن ساين وهذا عباره عن كوساين. حاله خاصه من الاويلرز ايدنتيتي لما بعوض باي، خلينا ناخذ واحد هناك، لو عوضت ثيتا بتساوي باي، شو بصير عندي اذا عوضت ثيتا بتساوي باي في الاولى؟ شو بصير عندي؟ اي تو ذا جي باي تساوي كوساين باي قديش؟ ماينس واحد. مش هيك؟ ساين باي زيرو. هاي المعادله هي احد الاشكال المشهوره لاويلرز ايدنتيتي، يقال عنها انها من اجمل معادله في الرياضيات.